نادي الافريقي صنع سلمت في زوز ملاعبيه دوليين اسامه المغانمي ومروان شويرف. في المقابل يظهر لي نادي الافريقي كان خياره تعويل على الشبان. اسامه ومروان ولادنا وشو الاحتراف، ان شاء الله ربي يوفقهم خير ونحبوا نشوفهم ناجحين في الاحتراف ومهما اولاد النادي الافريقي. بالنسبه للعولنا على الشبان صحيح هما بناء النادي الافريقي طلعوا من الفريق الاواسط، لكن عندهم امكانيات كبيره وراوا في الفتره هذه بتاع شهرين توا اللي هما قادرين باش يعطيوا الاضافه، دونك ما فما حتى يعني داعش مش على اولادنا ياخذوا الفرصه نتاعهم اللازمه باش يكونوا ان شاء الله هالسنه تشوفوهم ان شاء الله الموسم نتاعهم ان شاء الله. اتحاد قرمده نجم نقولوا يحدث المفاجاه في البرومي ميتون ويخرج برومي ميتون ربح 14-12. الحمد لله، نقول انا برافو للاولاد، ان شاء الله الشوط الثاني نواصلوا عن نفس النسق، ان شاء الله التعب ما يخوش فينا الشوط الثاني وان شاء الله نواصل المقابله الاخر الدقائق الاخيره ان شاء الله. اكيد وجدي لاعب عنده قيمه في اتحاد قرمده، لكن الحمد لله اللي عوضه كان في المستوى. كيفاش شفت الروندمون في الميتون تاع صحابك سيرتو كانوا الميتون دو بوان دي كار؟ بون روندمون كان مزيان برشا بالنسبه للاولاد، عرفوا يستغلوا لي فوت اللي ارتكبتها النادي الافريقي. النادي الفريقي ما قاش ليكيليبر بالنسبه للبريمير موتون، يمكن شويه معناها نقص تركيز، شويه نقص تركيز كو سوا في الشوت كو سوا شويه في الديفونس، ناقصنا شويه اجريسيفيتي. ان شاء الله دوزيام ميتون معناها نصلح الامور ان شاء الله، خاطر النادي الفريقي كمان فريق كبير يتدعثر شويه، ما نتصورش كان باش نطيحوا معناها في ساتسفاكسيون. تقدم المقابله هذه ممكن كانت مقابله نتاع لياقه بدنيه اكثر منها شيء اخر باعتبار الزاد البشري المتواجد عندنا، زد على ذلك اللي اعتقد اللي اتحاد قرمده قدم وجه مرضي خصوصا على مستوى حراسه المرمى. اعتقد اللي حراسه المرمى اليوم في الشوط الاول هي اللي عملت الفرق. صحيح والله قدمنا مردود باهي، وهذه جمعيه الكل معناها تشوف كلنا ولاد صغار معناها، حاولنا يكون مردودنا من اول سيزون يكون تصاعدي معناها، بدينا ماتش الاول بعد ماتش ثاني تحسننا خير، اليوم حابين نخدموا باش نخدموا خير باش نقدموا ماتش خير. والله الحمد لله ساعة على الانتصار، اليوم ماتش يمكن احنا صعبناه على رواحنا شويه، دخلنا في الماتش مؤخر ضيعنا كور بيتمون معناها راس راس مع الجارديان، ان شاء الله معناها نكونوا فقنا معناها قبل الماتش اللي طوال، مازالت عندنا يوم سمين باش نخدموا فيها بالكدا. شفنا حوار داخل اللقاء بينك وبين اسامه حسني، كي تحكي لنا؟ لا عادي عادي، كرة كل شيء موجود، نخرجوا لبرا اصحاب ما ثم حتى شيء. شنو اللي صار بالضبط؟ شفناه سلم عليك وما حبيش سلم علي، تغششت شويه نرفزك؟ شويه شويه برا عادي، ولدي هذاك راه. ماناش صغيره عادي، كيما مقابله الكل اي واحد باش يبروفوكيك ولازمك تطيح في البياج وكاو نورمال عادي. سلمت عليه ما رجعش عليك. شفتوا معناها سلمت عليه مرتين ولا ثلاثه ما رجعش. هو قال بعد الماتش شوف كل شيء وسمع ولدي. سلمت عليه بعد الماتش ولده، انا ولده، هو قال هكا، هو اللي قال يحب ولده ما يسالش ولده.